طيب انا عايز اسالك على تفصيله كده برضو، هي كمان ملفته جدا للنظر في حالتك انت بصفه خاصه كابتن اسلام. يعني انت راجل بقالك 14 سنه في الملعب، 14 سنه بتحقق بطولات وانجازات، شاركت في دورات اولمبيه قبل كده، شاركت في بطولات افريقيه طبعا غير الدوري والكاس. فكره ان انت خدت قرار اعتزال اللعب الدولي، انت لما خدت القرار ده ونفذته بالفعل بررت وقلت ان في اكتر من سبب، تحديدا اربع اسباب، ده اللي اتقال وقتها، في اربع اسباب وراء قرار يعني اعتزالك اللعب الدولي. منهم اول اتنين دول كانوا معلنين، فكره ان انت بتقعد فترات زمنيه طويله جدا بعيد عن اسرتك وبيتك في معسكرات، في مباريات، في سفريات. والحاجه الثانيه هو اقتناعك، او هي اقتناعك بان اللاعب لما يعتزل وهو في قمه عطائه وتالقه دي حاجه كويسه. مع اني هختلف معاه في النقطه دي وعايزين نعرف تفاصيل عنها اكتر. حلو، يبقى انت كده عندك ورطتين يا استاذ، محتاج تقول لنا السببين المجهولين. انت قلت اربع اسباب واعلنت على اثنين بس، وكمان سؤال نهاوند هنضيفه للتفصيله دي. اتفضل. بص، اولا انا قلت فعلا السببين دول، ممكن انا ممكن اقول سبب ثالث، لان السبب الرابع انا الموضوع انا مش عايز حد شخص يزعل مني، لكن انا ممكن اقول ان الاسباب، ممكن السبب الثالث ان الموضوع بقى بعيد عن الفنيات. انا دي اللي ضايقتني، ان الموضوع ما بقاش فني، بقى شخصي. انا زي ما بقول لك، انا ممكن شخصيتي صعبه، ممكن مدرب يتقبلها مدرب لا، بس في الاخر بنوصل لوجهه نظر واحده، ان انا مش مدير ليك وانت مش مدير ليا، لان انا في الاخر والاول انا لعيب تحت المدير الفني. فانا ممكن ان انا اتكلم مع مدير فني في مشكله او ما فيش مشكله، هو على حسب، هو في مدير فني يتقبل. كابتن طارق عنده، يعني مش عايز اقول لك، يعني هو بيعتبرني ان انا ابنه، لكن في مشاكل زي ما بيحصل بين الابن والاب مشاكل، اكيد في مشاكل. ان انا ممكن اقول له يا كابتن طارق لو سمحت، طب دي ممكن، معلش اللعيب ده جيت عليه شويه، طب بس هل مشاكل توصلك لقرار زي اللي انت خدته ده؟ لا، مشاكل اللي في النادي مش مشاكل تعمل توقع فرقه، لكن مشاكل النادي مشاكل احنا بيننا وبين بعض حب. يعني اما كابتن طارق مثلا يكسر على لعيب صغير، اقول له كابتن طارق معلش ده صغير مش عارف ايه، ممكن يتضايق ان انا اتكلمت، بس في الاخر بيعتبرني ان ابنه وبيحل الموضوع. لكن في المنتخب انا شفتها ان ما بقاش فيه تقدير للسنين اللي انت لعبتها، او ما بقاش، لان انا شفت ان الموضوع ما بقاش فني، لان انا كنت جاهز جدا فنيا في الفتره قبل كاس عالم، ولعبنا ماتشين وديين، كنت يعني الحمد لله كل الناس اللي جت كنت اعتبر طبعا توفيق ربنا ان كنت اعتبر احسن واحد في الماتشين دول. فايه السبب؟ ما كنتش اعرف، لكن جينا كاس، انا كنت حاسس من المعامله بتاعت المدرب ان هو بيحاول يتجنبني، ف انا ما قدرتش اوصل للسبب، لكن ده بالنسبه لي كان بعيد عن الفنيات. ف طب ده الثالث، ما هو ده الثالث والرابع. طب والرابع هيفضل خافي كده فتره طويله قبل ما نوصل بس للنقطه اللي هوند اختلفت معاك فيها. ادينا الرابع عشان الكلام يحلو. جاي جديد انت النهارده. ما اقدرش ازعل حد مني، لا سواء صار فضولي الحقيقه. لا فعلا ما اقدرش ازعل شخص باسمه مني، لكن اللي انا اقدر اقوله ان الموضوع انا طلع بره شغلك، بره فنيات، لان الرياضه في الاخر فنيات، بره فنيات ده كنت اقدر، كان سبب واضح لان انا انسحب ساعتها. طب مش هنضغط عليك اكتر من كده.